ازيكم يا شباب، معاكم عبد اللطيف سعيد. الفيديو ده باذن الله هيكون فيديو للناس اللي هم عايزين برامج من خلالها يقدروا يسجلوا الالعاب. في الفيديو ده باذن الله هستعرض لك افضل 5 برامج انا بستخدمهم بشكل شخصي لتسجيل الالعاب. طبعا كل البرامج دي مجانيه ما عدا برنامج واحد فقط، هو البرنامج الوحيد اللي انا هسيبه لاخر القائمه، لان فعلا البرنامج مميز وهو البرنامج الوحيد المدفوع في القائمه دي. بس اول 4 برامج هذكرهم باذن الله في القائمه دي هيكونوا كلهم مجانيين، تقدر تستخدمهم بشكل مجاني وشوف الافضل ليك ايه واستخدمه. عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، شوف الفيديو لحد النهايه لانه بجد هتستفاد، وكافه الروابط هتلاقيها عندك موجوده تحت في الموضوع الموجود في الوصف. نروح للشرح. تمام، بس قبل ما اخش في الموضوع، طبعا كالعاده لو انت اول مره تشوف قناتي لازم تشترك في القناه وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو تعمل لايك وتعمل شير لان الشير بيدعمنا بشكل كبير. بجانب برضو ان انت تقدر تنضم لجروب ريزنت على الفيسبوك، هتلاقي عندك الرابط تحت في الوصف. بجانب برضو ان انت حبيت تتابعني بشكل شخصي على كافه الحسابات الاجتماعيه، اذا كان فيسبوك او تويتر او انستجرام، هتلاقيهم موجودين برضو عندك تحت في الوصف. عشان ما اطولش اكتر من كده، نروح بقى المره دي للموضوع. اول برنامج سيدي هتكلم عنه هو برنامج جي فورس اكسبيرينس. البرنامج ده موجود لكل حد بيستخدم بطاقات جي فورس او نفيديا بشكل عام. يعني مثلا انت عندك كارت او بطاقه جرافيك نفيديا، تقدر ان انت تستخدمه بشكل مجاني، بس لازم تعرف هل فعلا البطاقه بتاعتك بتدعم الميزه دي ولا لا. عشان تعرف ده هتخش عندك من الايقونه اللي موجوده في الديسكتوب اللي انت بتحدث منها الكارت او تعريفات الكارت. ساعه ما تيجي تخش عليها وتفتح لك معاك الصوره دي، هتروح دايس على سيتنج او الاعدادات، وهتشوف عندك تحت هل فعلا البطاقه بتدعم ميزه التسجيل ولا لا. بس طبعا لو بتدعم عندك يبقى انت محظوظ، لان فعلا الميزه التسجيل في الكارت ده او الخاصه بشركه انفيديا ممتازه جدا، لان انت من خلالها تقدر ان انت تسجل بكواليتي عالي جدا، بجانب ان هو ما بيسحبش من موارد الكارت زي بعض البرامج الاخرى ان هي بتحمل على الكارت. بجانب برضو ان انت تقدر تتحكم في البيت ريت او عدد كتابه البيانات في الفيديو اثناء التسجيل، وممكن تتحكم حتى كمان في حجم الفيديو كان كبير او صغير. بس طبعا ده هيكون البيت ريت، لان حجم كتابه الفيديوهات من تسجيل اللعبه. بجانب برضو ان في ميزه مهمه جدا وممتعه صراحه وانا نفسي بحبها في الميزه دي او في الكارت ده، وهو ان انت تقدر من خلاله ان انت تفصل تراك الصوت عن الفيديو بتاع اللعبه. يعني مثلا كمثال انا بسجل اللعبه مع ميكروفون، فبالتالي هيكون عندي فيديو واحد فقط، انما ساعه ما انت تيجي تحط الفيديو ده على برنامج مونتاج طلع معاك مسارين صوت. من خلاله تقدر ان انت تتحكم في صوت اللعبه وصوت الميكروفون بشكل منفصل، مش الاثنين مدموجين بشكل او الاثنين مدموجين مع بعض بشكل مزعج يعني. تمام، لان ده مهمه جدا للناس اللي هم عايزين يعملوا مونتاج. ده كان اهم مميزات برنامج جي فورس. تعال بقى نروح للبرنامج الثاني. اما عن البرنامج الثاني وهو برنامج خاص بشركه مايكروسوفت وهو اسمه جيم بار. البرنامج ده باختصار شديد مجرد ما انت تدوس على زرار الوين او الويندوز او اللي بتفتح منه قائمه ستارت مع حرف الجي هيفتح معاك. دي من خلالها تقدر ان انت تسجل الالعاب. الالعاب مش هتتسجل بجوده عاليه، بس في النهايه ده ما بيسحبش موارد الا حاجه بسيطه جدا من الجهاز. يعني لو انت عندك الجهاز ضعيف ممكن تقدر تستخدم الميزه دي وبالفعل هيسجل معاك بشكل كويس. بس طبعا هتلاقي عندك ان كواليتي الفيديو مش زي ما انت منتظر، هتلاقي ان عندك كواليتي الفيديو قليل شويه، بس في النهايه هيسجل وتقدر تحفظ الالعاب دي وترفعها على اليوتيوب او اي مكان انت حابه. بس يعني دي ميزه للناس اللي هم الاجهزه بتاعتهم ضعيفه جدا وهم مش عارفين حتى يسجلوا العاب على بعض البرامج الاخرى الخارجيه، لان دي ميزه مدعومه من شركه مايكروسوفت نفسها وهي ضايفاها على ويندوز 10. وطبعا ما دام مضافه على ويندوز 10 تبقى بشكل مجاني. نروح بقى يا سيدي للبرنامج الثالث وهو برنامج مميز. بجانب ان هو مميز هو مجاني، بجانب ان هو مجاني هو سهل الاستخدام وما بيسيبش اي علامه مائيه على الفيديو اثناء التسجيل، وكمان تقدر تعمل منه ستريم. بس انا مش هنصحك بالستريم دلوقتي عليه لان هو لسه في نظام الباتا. البرنامج ده يا سيدي اسمه اف بي اكس تقريبا. اف بي اكس، تصدق يعني انا ذاكرتي قويه. برنامج اف بي اكس ده هو برنامج بسيط بواجهه بسيطه جدا مع استخدام بسيط جدا. كل اللي انت هتعمله ساعه ما انت تيجي تحمل البرنامج وتثبته اللي هو تقريبا مساحته وتثبيته لا تذكر، بتقدر ان انت تسجل الالعاب لحد 180 اللي هو الفول اتش دي، بجانب برضه ان انت تقدر تسجل لحد 60 فريم. طبعا البرنامج ده في منه نسخه مدفوعه، بس النسخه المجانيه تقدر ان انت تسجل بيها على الكواليتي ده، بجانب برضه ان هو ما بيدكش اي علامه مائيه جوه الفيديو. يعني
يعني انت تقدر ان انت تسجل ومش هتلاقي عندك علامات مائيه كده ولا اسم البراند بتاع الفيديو ولا حاجه، لا مش هتلاقي ده خالص. البرنامج مجاني رغم ان في نسخه مدفوعه، بس مجاني وبيديك الميزه دي بدون اي استخدام لبراند ليه او علامه مائيه او حاجه. وفي بعض المميزات الاخرى ان انت برضو تقدر تفصل الصوت عن الصوره، تتحكم في كواليتي الفيديو، وبعض الادوات الاخرى هتلاقيها عندك ساعه ما تيجي تقلب في البرنامج. ويعتبر ده افضل برنامج مجاني واسهلهم، وبرضو يعتبر للاجهزه الخفيفه، بس دايما ارجح الجيم بار لو انت جهازك ضعيف جامد. يعني نيجي بقى يا سيدي للبرنامج الرابع، وهو برنامج ستريم لابس. طبعا ستريم لابس ده معروف وشرحته مرتين قبل كده، هسيب لك اللينكات بتاعتهم تحت في الوصف او في البطاقه تظهر فوق. ستريم لابس ده اساسا برنامج مخصص للستريم، بس برضو تقدر تستخدمه لتسجيل الالعاب، وبرضو كمان تقدر تعمل عليه حاجات كتيره جدا فقط غير تسجيل الالعاب والستريم. بس البرنامج ده باختصار شديد بتقدر ان انت من خلاله برضو تتحكم في البيت ريت الخاص بالفيديو، بجانب برضو فصل الصوت عن الموسيقى او فصل الصوت عن الفيديو او فصل الميكروفون عن الفيديو، تتحكم في ديتيلز اكتر من اي برنامج تاني حرفيا. بس الفكره هنا ان البرنامج ده تقيل شويه على الجهاز. والبرنامج مخصص للاستريم، بس تقدر تستخدمه للتسجيل. بس بعيد عن كل ده، البرنامج تقيل للاسف الاستخدام، ولو حد معاه جهاز ضعيف شويه للاسف مش هيشتغل معاك بشكل كويس، بل بالعكس هتلاقي عندك دايما ان البرنامج بيفصل تسجيل او بيفصل استريم لوحده كده اوتوماتيك، بسبب ان بيقول لك ان البروسيسور او الجي بي يو عندك وصل ل 100%. حصلت معايا كتير جدا على اللاب الغلبان ده اللي كان عندي. فبالتالي ما تنصحكش بالبرنامج ده خالص لو انت جهازك ضعيف، بس لو انت جهازك قوي ممكن يكون خارج الاول بعد الجي فورس في التسجيل، انما في الاستريم اكيد هو رقم واحد. نيجي بقى يا سيدي للبرنامج الاخير، وهو بيندي كام. البرنامج ده في النهايه هو مش ببلاش، انا قلت لكم ان في اربع برامج مجانيه وبرنامج واحد مدفوع. البرنامج المدفوع هو بيندي كام. البرنامج ده عايز اقول لكم اي حاجه انت عايزها في التسجيل هتلاقيه جوه، يعني بتقدر تتحكم في اقل ديتيلز بعيدا عن ان انا افصل الصوت عن الفيديو والكلام ده كله، اللي هي ميزه انا عن نفسي تعتبر افضل ميزه في اي برنامج تسجيل بشوفه، تعتبر دي بالنسبه لي ميزه رقم واحد، لان انت مش عارف قد ايه مهم لو حد مثلا بيسجل العاب وبيرفعها على اليوتيوب او برامج اخرى او مثلا مواقع اخرى للرفع وعايز يعمل مونتاج، انت مش عارف قد ايه ده مهم فعلا ساعه ما انت تيجي تفصل الصوت بتاع الميكروفون عن صوت اللعبه. دي ميزه بحد ذاتها مش هتلاقيها في اي برنامج الا بعض البرامج. انا دايما بذكر دي كانها ميزه مهمه جدا لانها فعلا مهمه جدا، بجانب ان انت تقدر كمان تتحكم في الكواليتي. هو مش بيديك الرقم بالبيت ريت زي بعض البرامج الاخرى، بس تقدر تتحكم فيه هل انت عايزه متوسط فوق المتوسط عالي عالي جدا وخلافه. يعني ده مثلا نور رايم البيت ريت شويه، بس مش بالرقم زي ما انت عايز، من زي ما موجود في الجي فورس بشكل عام، انت تقدر تتحكم في البيت ريت بالظبط. فبالتالي ده برده ممتاز جدا، وانا عن نفسي ده دايما خياري الاول لما باجي ارفع فيديو على قناتي الثانيه اللي هي قناه الالعاب كريزي جيمز. لو انت ما تعرفهاش هتلاقي عندك باذن الله في اخر الفيديو في البطاقه اللي تظهر في اخر الفيديو، او هتلاقي عندك اللينك بتاعها موجود في الوصف. بس البرنامج ده من افضل البرامج اللي حرفيا انا استخدمتها، ولو انت عايز حاجه احترافيه مره واحده ما تواجهش معاها اي مشاكل اي حاجه وشملت المميزات، انصحك طبعا ببرنامج اللي هو باندي كام. عموما ده كان نهايه الفيديو. انا عارف ان انا ما دخلتش في ديتيلز اكتر في البرامج دي، لان كل برنامج محتاج فيديو خاص، انا قلت اهم مميزاتهم كده على السريع عشان وقت الفيديو. بس لو انت حابب ان انا اتكلم على كل برنامج بشكل خاص اللي تحت في التعليق، وقول لي بجانب برضو مره ثانيه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس، ومهم جدا 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 تفعل الجرس عشان يوصلك اشعار لاي فيديو انزله، لان من غير جرس مش هيوصل لك اشعار، اذا اشتراكك للاسف زي عدمه. اذا مهم جدا تشترك في القناه وتفعل الجرس، بجانب برضه تعمل لايك للفيديو. لو عندك اي سؤال او اي حاجه سيب تعليقات، او خش في جروب ريزنت على الفيسبوك. بس خلاص، شكرا جدا ليكم والسلام عليكم.